تحيي الجزائر اليوم ذكرى 50 لتأميم المحروقات و65 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. مراسم الاحتفال احتضنتها حاسي يرمل بالأغواط، وتميزت برسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول عبد العزيز جراد، والتي أكد فيها السيد الرئيس أن العمال مدعون إلى الانخراط في مسعى تقوية الجبهات الاجتماعية وتحصينها في هذه الظروف. إن منظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين العتيدة بتقاليدها النضالية العريقة مدعوة في هذه الظروف الخاصة المتميزة بوضع اقتصاد صعب وبتفشي وباء كوفيد-19 وانعكاساتها ذلك على الحالة الاجتماعية لفئات واسعة من العمال، مدعوة كما عهدناها للانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها من محاولات الاستغلال المريب لهذه الأوضاع يزرع الشك وإثراء البلبلة، وإننا لعازمون على تسريع وتيرة معالجة الآثار الاجتماعية والتكفل تدريجيا بإخواتنا وإخواننا المتضررين من العمال والعاملات بالسهر الدائم على متابعة تنفيذ السلطات العمومية للبرنامج المسطر والقرارات المتخذة في هذا الشأن.